الجاوعي مبكرنا احنا في غرس ابو اينهم تقول لا هيدا الجاوعه الله مش بيه بكر معاوش. تقول الاساطير انها مدينه سام بن نوح وفيها جرت حادثه الطوفان الشهيره، ومن اشجارها صنعت سفينه نوح التي حملت من كل زوج اثنين. وتقول المرويات التاريخيه انها واحده من اقدم المدن في كوكب الارض بحسب الغنائيات المرتبطه بالمدينه والتي شكلت خلاصه الغناء اليمني. في صنعاء تبرز الفجوات الاجتماعيه والاقتصاديه اكثر من اي وقت مضى، وباتت الطبقيه حاده تتوسع كل يوم باتساع الجروح المفتوحة لمدينة باتت رهينة السوق السوداء والمشرف المسلح وما يسمى بالزينبيات، والشكل الجديد للسلطة الذي حول صنعاء إلى مدينة مغلقة وأفق مسدود. في صنعاء أيضا طبقة معدمة تتضاءل فيها فرص الحياة، خرجت تعلن احتجاجها ضد الجوع، فاستخدم الحوثي أصحاب السوابق وألبسهم الزي العسكري ومنحهم مقدرات الدولة، وضاعف نزعتهم الإجرامية بحق الناس، وارتكب المزيد من القهر ضد المدنيين. صنعاء من الداخل سجون وسجان، وأصوات أمهات في المدينة يطفن في الشوارع وعلى أبواب مكاتب الأمم المتحدة، يناشدن من أجل إطلاق سراح أولادهن، يعرفن أنفسهن باسم رابطة أمهات المختطفين، ولم يسلمن من الاعتداءات المتكررة في وقفاتهن الاحتجاجية في ظل صمت غريب من المنظمات الحقوقية الدولية. أطلال الدولة الجمهورية في صنعاء باتت مكشوفة الظهر من اللحظة التي أصبح فيها سلاح الدولة المنهوب يطلق النار على الدولة، وفي ذات الوقت الذي أطلق فيه النار على صنعاء الزمان والمكان والإنسان، باتت المدينة عاصمة السطو بامتياز، السطو على البنوك والسطو على الشركات والسطو على الممتلكات ومحلات الصرافة، وقبل ذلك كله السطو على الإنسان وإرادته.